وازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا اسمي ذا كيوب كيو، والنهارده هصنع براس نيكلز. اللي متابعني من زمان عارف ان انا بحب الاسلحه، بحب اصنعها بالخشب او بالكرتون، فالنهارده هصنع البراس نيكلز. في البدايه دخلت على بنترست، دورت على اشكال كتير، لقيت ده الشكل الوحيد هو المناسب. رابط تحميل الورقه هتلاقوه في صندوق الوصف. جبت قطعه خشب كونتر 9 مللي وحطزقت عليها الورقه دي بالصمغ. بعد كده سبتها تنشف نص ساعة. علمت في الأماكن اللي أنا هتقب فيها، طبعا أنا بتقب يدوي فعشان كده بجيبها لكم بعد ما تخلص. هستخدم في التقطيع الأركت اليدوي، أول حاجة هفك السلاح وهعديه من قطعة الخشب بالشكل ده وأقرط كويس على السمونة. بصراحة ما حبيتش الجزء اللي في النص ده لان ده خشب، والخشب هيبقى ضعيف لو شلت الجزء اللي في النص ده. هستخدم هنا ماسورة بلاستيك وتلف عليها قطعة صنفرة ولزقها في الشمع، والقطعة التانية هتبقى الخشب ولا عليها قطعة صنفرة، وهبدأ اشيل الزوايد بالصنفرة. بعد ما شلت الورق من على الخشب هستخدم الموتور الصغير اللي عندي في صنفرة الزوايا بزاوية 45. هستخدم الدهان الاسمر وهضيف عليه شويه تينر عشان يخففه. سبتها 24 ساعة تنشف، وفي الآخر دي النتيجة. ولو حبيت الفكرة اشتركوا بقناتي على يوتيوب واعملوا سبسكرايب، ولو عندكم أي أفكار أو أي أسلحة بصنعها بالكرتون أو بالخشب اكتبها لي في الكومنتات. وبس كده، أشوفكم في الفيديو الجاي.